فينيسيوس قرر يشيل سيفه ويدخل معركة ضد العنصرية، معركة بقاء مكاسب الانتصار فيها مش بس راجع على الموسم ده أو الموسم اللي بعده، لأ دي بتحافظ لفينيسيوس على مستقبله مع ريال مدريد، وبتحافظ لريال مدريد على نجمه الأول وواحد من أفضل اللاعبين في العالم، بتحافظ على مستقبل اللاعبين من خارج أوروبا في الليجا أو حتى في المسابقات التانية. والسبب إن لاعب بصرف النظر عن موقفك منه أو تشجيعك لريال مدريد من عدمه قرر ينتصر لقضيته. في سبتمبر 2022 وخلال مباراة الدور الأول من الليجا بين ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي مدريد، فينيسيوس تعرض لهتافات عنصرية من جماهير أتلتيكو اللي وصفته بالقرد، لكن السلطات في مدريد قررت إنها تقفل القضية من غير ما تاخد أي إجراء بحجة إن الهتافات غير المحترمة بحسب وصفهم حصلت في مباراة كان فيها أعلى درجة من التنافسية بين الفريقين. بس الموضوع تطور، وقبل ديربي مدريد في ربع نهائي كاس الملك في يناير اللي فات، مجموعة من مشجعين أتلتيكو مدريد قرروا إن هم يعلقوا دمية مشنوقة من فوق جسر في مدريد ولبسة تيشيرت فينيسيوس. فمع غياب العقاب الموضوع تطور من مجرد هتافات علشان تخرج اللاعب عن تركيزه في الماتش لتمنيات بالأذى والموت كمان، ده بعيدا حتى عن الماتشات اللي بيشارك فيها فينيسيوس. فبعض من جماهير برشلونة وخلال احتفالهم بالتتويج بالليجا هتفوا الموت لفينيسيوس، رغم ان برشلونة كان بيلاعب اسبانيول مش ريال مدريد، ورغم ان ريال مدريد مش منافس قوي السنة دي على الليجا. السؤال هنا، هل صعب قوي ان انت توصل للي غلط وتعاقبه؟ عكس القوانين في انجلترا اللي تسمح لرابطة البريمير ليج والاتحاد الانجليزي لكرة القدم بمعاقبة الاندية والجماهير اللي بيشاركوا في حوادث عنصرية، فرابطة الليجا صرحت لسي ان 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 ما عندهاش السلطة دي، واللي في ايد الليجا ان هي ترفع الحوادث دي للسلطات المحلية والاتحاد الاسباني لكرة القدم علشان يتعامل معها على انها قضايا قانونية قبل توقيع عقوبة رياضية. ودور رابطة الليجا توعوي، بيوزعوا حاجة اسمها دليل المشجع على المشجعين في الاستادات قبل بداية الموسم، بيشرح لهم ايه المسموح بيه وغير المسموح بيه في التشجيع، وبيوزعوا برضو على اللاعبين دليل اللاعب، واللي برضو بيطلب من اللعيبة ان هم يبلغوا عن اي حوادث عنف او كراهية بيتعرضوا ليها، وبيشرح لهم المسموح ليهم جوه الملعب. وبيوقف دور رابطة الليجا عند كراسة الأول اللي بيوزعوها دي، وبيسيبوا الباقي على ربنا والحكام. ووصل عدد الشكاوي اللي رفعتها رابطة الليجا بسبب حوادث عنصرية تعرض ليها فينيسيوس في ملاعب مختلفة لتمن شكاوي لحد ماتش فالنسيا اللي شعل للدنيا أكتر، وكل ده ما كانش اتاخد عقوبة قوية فعليا. حد بقى هيجي هنا يقول لي مش هي دي الدوريات الأوروبية اللي ليها لوائح محترمة وقرفنا بيها من أول حلقة في البرنامج؟ هرد عليك وأقول لك يا معلم، ما أنا بقول لك على الحلو اللي عندهم علشان تاخده والوحش علشان تاخد بالك منه. الاتهام المعلب الموجه لفينيسيوس بأنه دايما بيتعمد استفزاز الخصوم والجمهور، وليه ده ما بيحصلش مع باقي لعيبة ريال مدريد زي روديجر وكامافينجا وشواميني؟ بعيدا عن ان مفيش اي مبرر اخلاقي لقبوله، فلعيب زي مهاجم فياريال النيجيري شكويزي متقدم برضه لصالحه شكوى ضد جماهير مايوركا اللي برضه متقدم ضدها شكوى لصالح فينيسيوس، ونيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو برضه تعرض لعنصرية وفي شكاوي لصالحه. فالعامل المشترك اللي بين التلاتة غير لون البشرة هو خطورتهم وانهم هدافين لفرقهم. فالواضح هنا ان الاستفزاز الوحيد اللي ممكن يعرض اللاعب للخطر هو مدى خطورته ومهارته وتأثيره على المنافس. تعال نرجع شوية ل 2006، صامويل إيتو في فبراير 2006 اتعرض لواحد من أسوأ نماذج العنصرية في الملاعب الأسبانية. إيتو اتعرض للعنصرية أكتر من مرة في أسبانيا، بس اللي حصل ضد ريال زاراجوزا وصله إنه يقرر إنه يسيب الملعب وما يكملش الماتش لولا تدخل زمايله والحكم وحتى لعيبة زاراجوزا نفسهم. إيتو لمح للعنصرية في أسبانيا لما انتقل لإنتر ميلان، وقال إن أسرته مبسوطة في إيطاليا
لأن إيطاليا واحدة من أقل دول أوروبا عنصرية، يعني فينيسيوس مش هو صاحب الاتهام الأول. داني ألفيش اترمى عليه موزة في ملعب فياريال في 2014، ديكابي مدافع فالنسيا ساب الملعب وفريقه تضامن معاه لأنه اتهم خوان كالا مدافع قادش بأنه وجه له عبارة عنصرية، رغم أن بعد كده تم تبرئة مدافع قادش. بمراجعة الحوادث دي وغيرها كمان ما اتكلمناش فيه، هنلاقي أن اتهام فينيسيوس بأنه السبب في توجيه عبارات عنصرية ليه بسبب استفزازه للخصوم رغم انه ما يصحش، لكن ده كمان باطل. المختلف ان فينيسيوس قرر يستغل شعبيته وتطور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي علشان ينتصر لقضيته، ولان الطرف التاني ملطوط فشوفنا بقى حاجات ما حصلتش في وقتها، زي مثلا القبض على مشجعين اتلتيكو اللي علقوا الدمية المشنوقة، ايقاف حكام الفار اللي كانوا في ماتش فالنسيا وتسببوا في طرد فينيسيوس، ده حتى كمان الطرد نفسه اترفع، واعتذار خفير تيباس رئيس رابطة الليجا. وطبعا كل ده سببه الاول والاساسي هو الغلوشة على القضية نفسها واتهام فينيسيوس والفضيحة اللي عملها للبلد كلها. فيتحول الكلام من اتهام للعنصرية لحدث الطرد ظلمة، ومن اتهام موجه لاغلب ملاعب الليجا لاتهام موجه بالعنصرية لنادي واحد. ده اللي بيحصل مع فينيسيوس في اسبانيا والحرب اللي هو دخلها ضد الليجا. انت هنا موقفك المفترض يبقى ايه؟ اغلب المواقف الايجابيه بتحتاج منك مقاومه، زي ان انت تنتصر لقضيه اخلاقيه على حساب ميولك. رفض العنصريه ملوش علاقه بالفريق اللي بتشجعه وتوجه مشجعيه، ملوش علاقه بالنادي بتاع اللاعب وموقفك من اللاعب نفسه، ملوش علاقه بتوجه مشجعين النادي ده نفسه في قضايا مشابهه حصلت قبل كده. رفضك للغلط نابع من انسانيتك انت وتفسيرك انت نفسك للمواقف، ده حتى ملوش علاقة بمواقفك السابقة قبل كده. يعني لو انت زمان كنت بتقبل حاجات بتتكسف منها دلوقتي فالوضع اختلف، انت دلوقتي شخص تاني اكبر وانضج. رفضك لأي عنصرية سواء حصلت مع فينيسيوس او لعيبة تانية غيره هو فعليا البوصلة اللي هتخليك ترفض ان انت تشارك في اي حاجة مشابهة سواء في مدرجات هنا او مدرجات بره. فالموضوع كله راجع لإنسانيتك انت وتفسيرك انت للمواقف.